نشر في موقع الهيانات Human Rights Watch السلطات الحكومية أجبرت 235 أسرة على النزوح إلى مخيمات اللاجئين في كركوك. وفي المدى نطالع مجلس النواب يمضي بتعديل قانون انتخاباته من دون توافق نيابي. في الزمن نتصفح نتشرفان البرزاني في بغداد قريبا لاستكمال المفاوضات مع العبادي. ونقرأ في الخليج أونلاين العراق قائمة مطلوبين تتجاهل البغدادي وتضم ابنة صدام. وفي الحياة نقرأ تحت عنوان الحرس الثوري الإيراني جيش سوريا والعراق عمقنا الاستراتيجي. وفي العربي الجديد نشر تحت عنوان النظام وروسيا ينتقمان من المدنيين في إدلب والمعارضة تتقدم في عفرين وريف إدلب الشرقي. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الشرق الأوسط الجيش اليمني يحرر مواقع في صعدة مع قليل انقلابيين.